بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده باذن الله هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه القمه في الكره الطائره سيدات، الاهلي والزمالك. المباراه تاتي في الجوله السابعه في الدور الثاني من الدوري المصري موسم 22-23. المباراه ستقام على صالات استاد القاهره، تحديدا الصاله رقم 2. المباراه تاتي في ختام هذه الجوله، وسيتم ترتيب الفرق من الاول والى الثامن. مباراة النهاردة هتبقى على الصدارة. قبل ما نروح لمباراتنا اللي كان مقرر انها تقام الساعة 8 ولكن تأخرت بسبب المباريات السابقة، يعني المباراة اللي شغالة دلوقتي مباراة الزهور ووادي دجلة، والنتيجة 2-0 لوادي دجلة، وأحداث الشوط الثالث بتجرى الآن وتقدم للزهور، يعني وارد جدا المباراة تتأخر أيضا قليلا. يعني توقعاتي ان هي هتبقى على الساعة 9، لأن حتى بعد نهاية هذه المباراة هيكون في 30 دقيقة إحماء للفرقتين. قبل ما نروح للمباراه تحليليا وفنيا بحب ارحب بضيوفي نجوم النادي الاهلي في الكره الطائره ومنتخب مصر السابقين، كابتن ندى ايمن. منورانا يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم. دايما كده يعني في اللقاءات ربنا يعني القويه الشديده بتكوني معانا. حقيقه ربنا يستر. منورانا دايما يا كابتن. ان شاء الله حلو عليهم ان شاء الله. دايما وشك حلو يا كابتن. دايما وشك حلو. برحب بكابتن منى عدلي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر، والحقيقه اللي كان ليها غيبه طويله. كابتن منى منورانا. برحب بحضرتك كابتن هيثم، وتشرفت ان انا ابقى النهارده في بيتي قناه النادي الاهلي، وبرحب بمشاهدين قناه الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ويا رب وشنا حلو. انا لابسه ازرق زي الجهاز الفني النهارده. الجهاز الفني النهارده لابس ان شاء الله. وشكم دايما حلو باذن الله. كابتن ندى يمكن اجي لك. مباراه النهارده اكيد مهمه للفرقتين. نحب نستعرض مع الساده المشاهدين اهميه الفرقه دايما، عشان الساده المشاهدين يخشوا في اجواء المباراه لازم نحسسهم او نقول لهم ما هي اهميه المباراه لكلا الفريقين سواء الاهلي او الزمالك. بص يا كابتن هيثم، خلينا نكون متفقين، هي المباراه النهارده يعني كترتيب للدوري هي غير مؤثره، يعني في الاخر مش هتفرق في حاجه في اللقب، انما هي طبعا ليها عامل نفسي كبير جدا للفرقتين. يعني الفرقتين لعبوا مباراتين طوال الموسم، كل فرقه فازت في مباراه، فبالنسبه لهم المباراه ديت برضو الى حد كبير هتحدد كفه مين اللي هترجح في الموسم دوت. فطبعا ليها عامل نفسي وضغط نفسي كبير جدا على الفرقتين، مش على فرقه الاهلي بس، على فرقه الاهلي وعلى فرقه الزمالك طبعا. صحيح. فالفرقتين هيكونوا نازلين الاثنين مشدودين. وطبعا ده بجانب ان هي مباراه اهلي وزمالك، بعيدا عن ان هي ديربي بالظبط. بعيدا عن قصه ان هي ترتيب الفرق، هي مباراه في الاخر اهلي وزمالك. ايا كان، لو الزمالك في اخر الجدول والاهلي في اول الجدول، هي مباراه صح. ديربي. صحيح. فهي بيبقى ليها، هي بطولة خاصة. بطولة خاصة يعني، هي بطولة خاصة بعيدا عن الدوري. فطبعا نعم. الفرق بتبقى نازلة مشدودة، الفرقتين لازم يعني هيبقوا نازلين تحت ضغط كبير جدا. فرقتنا لازم تكون هادية، تحاول زي ما حصل في المباراة الأولانية يستوعبوا الموقف بهدوء ويقدروا يتحكموا في إطار اللعب، وهم اللي يتحكموا في رتم المباراة من الأولها. نعم. كابتن ندى اشكرك. كابتن منى، هل تتفقي مع كابتن ندى في هذا الكلام؟ اه طبعا. وعايزة ازود كمان ان المباراة النهاردة يعتبر 50% و50% على مستوى طبعا الدفاع والهجوم وقوة الفريقين. بس احنا عندنا ثلاث دوافع مهمين جدا لمباراة النهاردة. اول حاجة ان تاريخ النادي الاهلي في البطولات المحلية، احنا بقالنا على مر العصور بنحصل على البطولات. يمكن في فترة الفريق المنافس ما كانش منافس لينا في سنين كتير. تمام. عندنا دافع تاني ان احنا صاحب النسخة الاولى لكاس السوبر السنة دي. في دوافع كتير عندنا ان احنا يعني فرقتنا عندها خبره كبيره، لعيب عندنا لعبوا بطولات افريقيه، يمكن الفريق المنافس ما كانش عنده ان هو فاحنا عندنا الحمد لله خبرات كبيره جدا، عندنا دوافع كبيره جدا ان احنا النهارده نقدر ان احنا نبقى هادين وبنلعب ماتش. يعني زي ندى ما قالت، هو ماتش النهارده مش هيفرق كمنافسه، لكن هيفرق كمعنويا. نعم. وخلينا اوضح للساده المشاهدين انه في الدور التمهيدي تم يعني، او في بدايه الدوري في 8 فرق صعدوا الى الدور اللي بعد كده، والثمانيه بيلعبوا من دور واحد على ارض محايده، فلذلك او ده السبب ان المباراه النهارده بتتلعب على استاد القاهره، او كل المباراه بتتلعب على الاراضي على ارض محايده، وبيتم ترتيب الفرق من الاول الى الثامن. عشان كده بعد كده نخش على الادوار الاقصائيه، الاول بيلعب الثاني، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس، وبعد كده بيلعبوا بيست اوف 3، وبعد كده يتأهل من دور الثمانيه دور الاربعه، وبعد كده النهائي. ده نظام الدوري الفتره القادمه. يمكن اجي لك يا كابتن ندى، يمكن فريق الكره الطايره، يمكن كابتن منى تفضلت وقالت انه حصل على السوبر المصري النسخه الاولى، يعني نفس الوضع بالنسبه للرجال برضه، فازوا بالسوبر والمبارك لهم اكيد الفوز امبارح بالبطوله العربيه، ولكن النهارده دي تاني بطوله ليهم في الموسم، والموسم مليء بالبطولات،
ولازم يكون عندك سكواد قوي جدا، لازم يبقى عندك لعيبه جاهزه طبعا. شايفه ده عندنا متوفر ان احنا نقدر نستوعب حجم وضغط المباراه بالشكل ده؟ بص يا كابتن هيثم، احنا الحمد لله انا شايفه ان سكواد فرقه الاهلي حتى بعد اللعيبه اللي مشيت من النادي هو اقوى سكواد موجود في الدوري المصري. اي فرقه تانية هتلاقيها طول المباريات بتلعب بنفس التشكيل لان ما عندوش حد بره، يعني لو لعيبه اتصابت ما فيش حد ينزل مكانها، لكن انت عندك في الاهلي في كل مركز في اكتر من لاعيبه على نفس الكفاءه وعلى نفس المستوى الفني وعلى نفس الخبره، بيفرق حاجات بسيطه بقى انما لكن كمستوى اغلبهم يعني كل مركز هتلاقي اللعيبه اللي فيه لعيبه دوليين. نعم. فطبعا لا وكابتن دي وحضرتك بتتكلمي، انا اسف قطعت حضرتك، دي المباراه الاولى اللي كانت على صاله الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيره واللي فاز فيها النادي الاهلي 3-1 ودي لقطات ارشيفيه منها. بعد المباراه دي كان في مباراه ثانيه في صاله بعدها باسبوع في صاله عبد الرحمن فوزي والنادي الزمالك فاز على النادي الاهلي بنتيجه 3-1، فده ياكد كلام حضرتك انه احنا عندنا اسكواد ولكن القوه يعني متقاربه بالنسبه للفرقتين. طبعا هم يعني حاليا فرقه الزمالك اصبحت في المنافسه، عندهم لعيبه دوليين، عندهم لعيبه عندهم خبره، وفي نفس الوقت فرقه الاهلي خبراتها طبعا اعلى لان انت وقت ما هتتزنق ممكن تغير لعيبه، حصل اي ظرف في المباراه هتقدر تغير لعيبه وتنزل مكانها واحده تانية على نفس الكفاءه بدون ما يبقى عندك شك او قلق ايه اللي هيحصل، يعني عندك بدل التغييره 2 و3 في كل مركز. نعم. دي حاجه ما فيش فرقه في مصر بتتمتع بيها. بس النهارده بتهيألي غياب يعني احد اللاعبات المحترفه يعني يمكن برضو عندنا هي ما زالت غايبه عن الملعب، فيعني كابتن مولا شايفه ده ممكن ياثر النهارده؟ هي اصلا اتصابت في كريستين اكاستا، اتصابت يوم ماتش الزمالك في صاله نادي الزمالك. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني اثبات هويه النادي الاهلي وحتى بعد ما نقل لاعبات للفريق المنافس اعتقد ان الاهلي بمن حضر يعني صحيح. ما فرقش معانا، واللي يثبت على كده ماتشنا الاولاني مع فريق منافس ان احنا قدرنا ان احنا نكسب وبشكل كويس وتخطيط، وكمان كابتن حمدي وكابتن فريق كابتن نهلة عامل حاله كويسه في كوميونيكيشن بينه بين الفريق وبين بعض، حتى مع المحترفين قدروا ان هم يدخلوا في وسط الفرقه بسرعه جدا. اللعيبه اللي احنا خدناهم من مصر زي مثلا زينه العالمي، ده كله فارق معانا جدا، يعني احنا قدرنا نوصل لهم فكره النادي الاهلي وفكره البطولات والمنافسه، فاعتقد ان يعني الموضوع هيفرق ان شاء الله باذن الله. طيب هي يعني يمكن اكاسيو هي اللي غايبه النهارده عن اللقاء، هي لعبه المباريتين اللي فاتوا، حضرتك بتقولي يا كابتن منى ان احنا عندنا سكواد نقدر بيه بمن حضر يقدر يعوض غياب اللعيبه المحترفه في الوقت ان احنا يعني مباراه النهارده كمان مباراه مش مباراه يعني لقب، يعني انت عارف حضرتك لما بيبقى مباراه بعديها تاخد كاس بيبقى فيها شد عصبي محتاج لجهود الكل. طيب. ولكن لما بيكون في مباراه يمكن التعويض فيها بتبقى الامور اهدى حتى في حكم الجهاز الفني على اللاعبين، شايفه كده يا كابتن؟ طبعا انا شايفه نفسيا مباراه النهارده مهمه جدا لفريقنا. احنا كده كده داخلين دور الاربعه والفريق المنافس داخل دور الاربعه، بس هو كمان عايزه اقول نقطه مهمه جدا ان كابتن حمدي استعار بلعيبه من فريق 18 سنه زي ما ندى قالت، زي ما ندى قالت ان احنا عندنا بدايل كتير، عندنا في كل مركز بديل ان احنا لو لا قدر الله حد مش موفق او حصل اي اصابه ان احنا هنقدر ان احنا نعوض ده. أكيد. فهو جايب واخد 3 لعيبه، اعتقد سلمى في مكان السنتر بلوك، ولقى في الليبرو، وفي المعده فرح عز. الثلاثه من تحت 18. الثلاثه من تحت 18 بالنظام مع الفريق الاول. كل التمارين دي حاجه يعني يمكن دي حاجه بتميزنا شويه ان احنا دايما من ايام ما احنا كنا بنلعب ان دايما لازم يعني ناخد من الفرق الصغيره بس نشاركهم ويحسوا يعني ايه تمرين درجه اولى، يعني ايه التزام، يعني ايه نظام، فده بيفرق جدا جيل مع جيل، يعني زي ما بيقولوا جيل بيسلم جيل. نعم. فاعتقد يمكن نفس الوضع ده عمله مع مي غزال، يعني مي غزال برضه خدت فرصه وعملت ماتش كويس جدا قدام نادي الزمالك. هي اللي خلاها كويسه دلوقتي وان هي مميزه ومن احسن لعيبه في مصر في مركزها ان هي كانت بتتمرن مع الدرجه الاولى قبل ما تطلع الدرجه الاولى. صحيح. صحيح. فطبعا ده هيفرق معانا جدا. دي سياسه عملها كابتن حمدي في السنوات اللي فاتت. هو كابتن حمدي وقبليه كابتن جمعه الله يرحمه وكابتن ممدوح اسماعيل وكابتن رؤوف عبد القادر، احنا ماشيين بالسياسه متبعه. سياسه فعلا. انتوا نفسكم عشتوا ده؟ طبعا يعني انتوا اتصعدتوا في نفس الشكل. احنا طلعنا يعني انا طلعت الدرجه الاولى كان عندي 14 سنه، فهم كان طبعا يعني انا لحقت جيل كبير جدا
لو انا كنت استنيت زي جيلي في السن دوت في الانديه الاخرى ما كنتش عاصرت اللعبات دي، ما كنتش هتاخد الخبره اللي خدتيها، هتحصل على مش هقدر العب مع لعيبه زي كابتن تاني توسون مثلا، ما كنتش هقدر احاصرها في الملعب ولا اشوفها ولا اشوف بتتعامل ازاي في الملعب. طبعا لعيبه زي يسرى عبد الكريم، لعيبه زي كابتن منى عدلي، ساره طلعت، ميرور رؤوف، كل اللعيبه ديت، شريان سامح، ما هو دول اجيال انت في بينك وبينها عمر يعني سنين. فلو انت ما عاصرتهمش وشفت منهم في الملعب يعني بالظبط هتبقى حاجه واتقطعت خلاص. صحيح. مش هتقدر توصلها، واحنا خدناهم منهم ووصلناهم للعيبه ديت، زي مريم متولي مثلا، والجيل اللي هو مي غزال، والجيل اللي هو اصغر، ما هم دول طلعوا في معانا احنا اكبر، خدوا خبرات منكم، خدوا خبرات بالظبط، خدوا خبرات وكسبوا وخسروا وتعلموا وشافوا. حتى لو ما بتلعبش انت، حتى لو ما بتلعبش انت بتكسب خبره من فكره الفرقه وهي بتنافس وانت موجود معاها، بتاخد الالتزام وجو البطوله. صحيح. ودي نفسها خبره يعني. صحيح. خبره ان انت نفسك تحتك مع فرق افريقيه او فرق مستواها اعلى منك واكبر منك كسن يعني، فئه عمريه، طبعا ده بيفرق معاك جدا. كبير. بتنزل كبير. حتى للفريق اما بترجع تاني للفرقه اللي في سنك بتلاقي انت نفسك شخصيتك مختلفه مع الفرقه. بالزبط. يعني بالزبط. انت بتتعامل بطريقه تانية بقى خالص، لا في التزام، يعني عارف يعني ايه انا بلعب في النادي الاهلي، عارف يعني ايه ان محطوط عليا المسؤوليه ديت، لازم يبقى شكلي كويس، لازم يبقى ده يفسر لي يا كابتن كويس. سر استمرار الكره الطائره سواء رجال او سيدات بالشكل ده على مدار التاريخ. بالزبط. اللي حضرتك بتقوليه ان هو خبرات بيسلم جيل ومحافظين في النادي الاهلي ان يتم تصعيد الصغار يشربهم اللاعبات اللي موجودين او اللاعبين في الرجال على مستوى الرجال، لما يجي جيل يبطل يلاقي فيه جيل واقف على رجله وشايل وبيكسب. مستحيل يا كابتن هيثم تلاقي في فتره من الفترات ما فيش في تمرين درجه اولى سواء يعني بالاخص البنات، مستحيل ما تلاقيش فيه لعيبه متصاعدين حتى لو مش هيتسجلوا او هيلعبوا في المباريات، مستحيل تلاقي فيه وقت عدى ما فيش لاعبات ناشئات بيتمرنوا مع فريق الدرجه الاولى حتى لو تمرين فقط ومش هيتسجل في القائمه في المباريات. لازم تشارك في التمارين لعيبه او اتنين او تلاته على الاقل في كل يعني في كل سنه، هتلاقي حتى لو دول اتغيروا اللعيبه دي كبرت اتصعدوا بيجي غيرهم. لازم لعيبات يعني صغيرات في السن من الناشئات يكونوا موجودين ومشاركين، لان هم دول اللي هينقلوا ده للفرقه الصغيره. صح. للفرقه الصغيره. صحيح. الفرقه الصغيره هتاخد الخبره دي منين؟ صحيح. وخليني برضه اوضح للساده المشاهدين، بدايه الدوري كانت عباره عن مجموعتين، مجموعه كان يقع فيها النادي الاهلي وكان نادي الزمالك معاه كمان، لانه كان نادي الزمالك الموسم اللي فات احتل ترتيب يمكن متاخر شويه، فدخل في المجموعه مع النادي الاهلي، كان هيليوبوليس والزمالك والاتحاد والجياد وادي دجله و6 اكتوبر، دي كانت مجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي تصدر المجموعه او خدوا اول اربعه من هذه المجموعة مع الأربعة في المجموعة الثانية، بقوا 8 فرق اللي بيلعبوا الدور ده دلوقتي، الدور الترتيبي من 1-8، وهيتم بعد كده عمل قرعة زي الرجال، هياخد الأربعة اللي فوق يحطهم في مكان، والأربعة من الأول للرابع في مكان، ومن الخامس للثامن في مكان، وبعد كده تعمل قرعة يشوفوا الأول هيلاعب مين. أنا معترض شوية على النظام ده، لأنه الحقيقة أنا المفروض طالما خدت أول أنا من حقي ألعب حتى دور الثمانية مباراة سهلة. طبعا. إنما لما أعمل قرعة ما أنا ممكن أقع مع الخامس، طب أنا استفدت إيه؟ طب كل الأوضاع الدربية يعني أنا اتساويت بالرابع في الموضوع ده، فأنا شايف إن ده يعني مش عدل. العدل إن أنا كل مباراة ألعبها وكل يعني شوط اخده في مشوار الدوري يبقى لازم اكيد بيعود عليا بحاجه، ما ينفعش ان انا بلعب ماتشات وفي الاخر اتساوى الاول بالرابع والخامس بيتساوى بالثامن، صعب يعني من وجهه نظري. المهم بعد كده هيبقى في ادوار، وطبعا ده احماء من ارض الملعب، يمكن دي صور حيه من تغطيتنا المستمره، واضح طبعا الجهاز الفني بالكامل في المدرجات زي ما حضراتكم شايفين، كابتن حمدي الصافي طبعا على راس الجهاز، واللاعبات بيسخنوا، دي بتبقى ورا الاعلانات او في المنطقه اللي ورا الاعلانات، والمباراة اللي قبلنا لسه شغالة الظهور ووادي دجلة، والشوط الثالث شغال وكان 2-0 للظهور، معرفش هل لسه الظهور متقدم في الشوط الثالث ولا ايه النتيجة، هيبلغونا دلوقتي ان شاء الله. دي صور من ارض الملعب زي ما اوضح لحضراتكم، والحمد لله الفرقة 18-18 الشوط الثالث كده، الماتش ماشي ايكوال، لو خلصت 3-0 لوادي دجلة يبقى نص ساعة او نصف ساعة وهتنطلق المباراة. طب كابتن يمكن محتاجين برضو نستعرض مع السادة المشاهدين بعض النتائج اللي كانت في مشوار النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، ويعني برضو عشان السادة المشاهدين يخشوا معنا في أجواء الماتش والتاريخ أو الفترة اللي فاتت كان فيها. اتفضل يا كابتن. طبعا زي ما حضرتك قلت هو كان في المجموعتين في الأول طلع منهم أول أربع فرق. مشوار النادي الأهلي كان بادئ أول مباراة في الثمانية الكبار كان بادئ مع الشمس وكسب 3-0، وبعديه سموحه بنفس النتيجه 3-0.
ثالث جولة كانت مع الصيد انتهت لصالح الأهلي 3-2، والجولة الأخيرة كانت السبورتنج 3-2 والظهور 3-0. نعم، ده كان المشوار. يمكن تاني لحضرتك الدور اللي احنا فيه، الجوله الاولى كان الاهلي والشمس 3-0 زي ما تفضل الكابتن ندى وقالت، والجوله الثانيه كان الاهلي وسموحه ايضا 3-0، الجوله الثالثه الاهلي والصيد، ودي من المباريات النادي الاهلي خسر فيها شوطين 3-2، والجوله الرابعه كانت مع سبورتنج وايضا خسر فيها شوطين بس فاز فيها في اللقاء 3-2، ودخلنا على الجوله الخامسه الظهور 3-0، والجوله السابعه ان شاء الله هتبقى النهارده مع نادي الزمالك باذن الله. طيب هنروح ل هنروح لمشوار نادي الزمالك عشان نبقى عارفين برضو نادي الزمالك ازاي وصل للدور ده. استاذنك يا كابتن منى نستعرض مشوار نادي الزمالك. في الجوله الاولى الزمالك فاز على سموحه 3-0، الجوله الثانيه الزمالك فاز على نادي الصيد 3-0، والزمالك في الجوله الثالثه الزمالك فوز على سبورتنج 3-1، والجوله الرابعه الزمالك فاز على الظهور 3-1، والجوله الخامسه الزمالك فاز على نادي وادي دجله 3-0. وفي الجوله السادسه الزمالك فاز على الشمس 3-0. بس انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يمكن احنا حضرتك لسه بتقول على في ماتشين احنا كنا خسرانين. نعم. خسرانين ان احنا نعمل كومباك في ماتشات مهمه زي كده، وفرقه ليها تاريخ ولعيبة على مستوى عالي، لعيبه بتمثل منتخب مصر، دي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. طبعا ان احنا بنقدر ان احنا يعني بالبلدي كده نلم نفسنا بسرعه، نقدر ان احنا نرجع للماتش تاني، نرجع لاجواء الماتش تاني، حتى لو حد مش موفق. اعتقد ان كابتن حمدي وكابتن نهله سامح ليهم دور في النقطه دي. طب يعني يمكن عدد الاشواط اللي خسرها نادي الزمالك في الادوار الدور ده يمكن خسر شوطين فقط، شوط قدام سبورتنج وشوط قدام الظهور، في الوقت اللي هو يعني احنا خسرنا قدام الصيد شوطين وقدام سبورتنج شوطين. هل ده مؤشر لحاجه ولا ده يعني ماتشات القمه ملهاش اي حسابات؟ لا ملهاش اي حسابات، هو عادي بيبقى طبيعي ان احنا يعني بيبقى في يوم في توفيق، في يوم ما فيش توفيق، في حد مصاب، في حد تعبان. ادوار البرد اليومين اللي فاتوا كانت صعبه، والجو كان صعب جدا. فاعتقد ان يعني ده مش ملوش علاقه. لا مش مؤشر خالص يعني ليه حسابات، وليه اكيد في خطه معموله، وخصوصا يعني ان في سكواد جامد في فريق نادي الزمالك، في لعيبه غيرت مراكزها من مركز ثلاثات لاربعات زي مريم متولي، واعتقد ان هي قوه ضربه يعني اقوى واحده في فريق الزمالك بالنسبه للقوه الضربه. فاعتقد ان احنا النهارده لا يعني حسابات تانية خالص عن اي ماتش. اكيد برضو محتاجين نستعرض مع الساده المشاهدين الاجهزه الفنيه لكلا الفريقين. نبتدي بالجهاز الفني لطائرة سيدات الاهلي، اتفضل يا كابتن. طبعا احنا عندنا على راس الجهاز كابتن حمدي الصوفي المدير الفني، عندنا كابتن ياسر صلاح مدرب عام، كابتن احمد عبد الفتاح المدرب، كابتن ايهاب عبد المنعم المدير اداري، والدكتوره هدير وحيد، والدكتوره منى طلع عادل علاج طبيعي، والدكتوره رانيا عبد العزيز مخطط احمال، وكابتن شريهان سامح محلل تقني، وكابتن وليد عصمت الاداري للفريق. نعم، ده كان يعني الجهاز الفني لطائره سيدات الاهلي، تفضل كابتن ندى وقالته لحضراتكم. كابتن منى يمكن برضو الجهاز الفني لطائره سيدات نادي الزمالك، اتفضلي. على رئيس الجهاز احمد فتحي مدير فني، اكرامي هيكل مدرب عام، محمد انور مدرب مساعد، هبه محمد اداري، شادي فهيم محلل تقني، الدكتوره سميه ناجح علاج طبيعي، الدكتور بلال وتوت معد بدني. نعم، ده كانت قائمه او اسماء الجهاز الفني لسيدات نادي الزمالك. ومحتاجين استعرض برضو مع كابتن ندى قائمه النادي الاهلي للاعبات النهارده الموجوده، وبلغوني كمان بالفاينل. بس استاذ حضرتك قول القائمه كامله وهنقول من اللي تم استبعاده من اللقاء، اتفضل. طيب احنا عندنا القائمه طبعا على راسها كابتن ايه الشامي والليبرو ندى وليد، وعندنا الليبرو الثانيه مريم الصغير، عندنا لعيبه مركز اربعه دعاء الغباشي، عندنا ديانا رايس المحترفه في مركز ثلاثه، عندنا سلمى يوسف ضريبه مركز ثلاثه، كابتن الفريق طبعا كابتن نهله سامح ضريبه مركز اربعه، عندنا المعد شروق فؤاد، عندنا زينه العليمي مركز اربعه، ساره امين مركز اربعه، مي غزال مركز ثلاثه، عندنا مريم ثروت مركز المعد، وآية خالد مركز ثلاثة، وعلياء هاني مركز اثنين، ودعاء محمد معدة. طيب.
هم بلغونا يعني في ارض الملعب ان ايه خالد هي اللي خارج التشكيل، وطبعا اكاسيو المحترفه الثانيه برضو بره التشكيل، فكده التشكيل اللي قلناه لحضراتكم باستثناء ايه خالد. وبالنسبه لقائمه الزمالك الحقيقه لسه ما جتناش من الملعب، لانه فور تسليمها للسكور شيت لترابيزه الحكام بنعرف على طول. عايز اضيف طيب. معلش نتيجه الشوط الثالث 24-21 لدجله، يبدو ان المباراه يعني ذاهبه لاتجاه وادي دجله 3-0 على الزهور، ومعنى كده ان شاء الله انه المباراه باذن الله تنطلق الساعه 9. هندي يعني نقول 5 دقائق قبل ما اللاعبات ينزلوا، وندي نص ساعه يبقى المباراه الساعه 9، يبقى تاخير ساعه نتيجه المباريات اللي كانت قبل كده. كابتن ندى، يمكن اكيد في نقاط قوه وضعف في كل الفريقين، يعني النادي الاهلي عنده نقاط قوه واكيد بالتاكيد عنده نقاط ضعف، شايفه يعني النادي الاهلي نقاط القوه ونقاط الضعف. وبحب اوضح لحضراتكم ماتش خلص، وادي دجله فاز على الزهور 3-0 بنتيجه الشوط الثالث 25-21، وكده انتهت المباراه وخلاص. هنجيب لحضراتكم لقطات من ارض الملعب، اللاعبات بداوا يسخنوا، يعني كده ان شاء الله الساعه 9 بالظبط هتنطلق المباراه. كابتن، نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي. انا اول حاجه بس عايز اتكلم عنها يا كابتن هيثم، ان احنا النهارده عندنا البلاي ميكر دعاء محمد اللي كانت جايه من الزمالك، دي اول مباراه ديربي هتلعبها، فدي طبعا هيبقى عندها حافز كبير جدا ان هي عايزه تثبت نفسها وعايزه تثبت وجودها. فانا شايفه ان دي هتبقى نقطه قوه كويسه جدا لينا كفرقه، لان هي هتبقى عندها حماس. يمكن مريم اتحطت في نفس الموقف ده، مريم ثروت، ولا يعني هل مثلا يعني كان بس برضو مريم خلاص دي يعني لعبت كذا مباراه، وهي مريم كانت موفقه جدا في المباراه الاولى زي ما احنا شفناها، يعني قصده يعني نفس السيتويشن ده عدت بيه بس بدري. بالظبط، هي يعني كان عندها مشكله، دعاء طبعا كان عندها مشكله بالظبط من فتره قريبه. فدي اول مباراه، يعني هي المباراتين الاولانيين ما حضرتهمش بالظبط، كانت بتتمرن مع الفرقه وكل حاجه، بس دي اول مباراه ملاحظه في محلها تمام مع الزمالك هتشارك فيها، فده هيبقى عندها دافع قوي جدا زي ما حصل مع مريم. احنا شفنا مريم في الماتش الاولاني كانت نقطه تحول في المباراه، نزلت غيرت الموضوع، غيرت المباراه بالكامل حقيقي. نعم، كانت نعم. موفقه جدا وكانت مركزه جدا، عندها دافع عايزه تثبت نفسها، يعني ده شيء طبيعي بالنسبه لاي لعيبه ماشيه من فرقه او رايحه فرقه ثانيه، بيبقى اول مباراه فيها شويه حساسيه وضغط، وبتبقى اللعيبه زي ما بتقول يعني بتغل على نفسها عايزه تطلع احسن ما عندها. فطبعا ده هيبقى دي اول نقطه قوه بالنسبه لنا لازم نستغلها، واكيد كابتن حمدي اشتغل على القصه دي ان هو يشيل الضغوطات السلبيه من على دعاء، ويحسسها باريحيه ان هي تكون بتلعب من اجل ان هي تكون ظاهره بمستوى كويس، بتلعب بمستواها. فدي عندنا هتكون نقطه قوه كويسه جدا، خصوصا ان دعاء بلاي ميكر بطول مناسب جدا، يعني لو جت على الشبكه بالظبط مش قصيره القامه يعني، فليها دور مهم جدا على الشبكه، كنا بنعاني منه فترات طويله في النادي، قصه ان البلاي ميكر بيبقى شويه قصير. فدي اول بلاي ميكر دلوقتي موجوده طويله، اكيد كابتن حمدي مستغلها يعني ما عنديش شك في الموضوع ده. عندنا طبعا هنيجي للمحترفه اللي موجوده ديانا في مركز 3، طبعا اكيد دي نقطه قوه كبيره للفرقه، بعد ما خسر لاعبتين في نفس المركز دوت انتقلوا للزمالك، فكابتن حمدي عشان يعوض القصه ديت اضطر يتعاقد مع محترفه في السنتر بلوك اكيد، وهي كويسه ويعني مفيده للفرقه مش مكان مالي وخلاص، فهي هتكون برضو نقطه من نقط القوه اللي موجوده في الفرقه. عندنا لاعبات مركز 4 كلهم نقاط قوه، يعني ما فيش حد فيهم هتلاقيه مش لعيب دولي او مش بيشارك مع المنتخب بصفه مستمره، من نهله بخبراتها الكبيره، يعني مفيش لعيبه في مصر هتقدر ساره امين طبعا، زينه العليمي نفس الكلام، بقت دلوقتي لعيبه دوليه ليها ثقلها في المنتخب وبتلعب بشكل مستمر. عندنا طبعا دعاء الغباشي لعيبه دوليه وشاركت في اكتر من بطوله في مركز 4. عندك الناحيه الثانيه مركز 2 ايا الشامي، احسن ضاربه في افريقيا حاليا وخبره طويله جدا في الملعب. عندك الليبرو ندى وليد من احسن الليبروات اللي موجوده في مصر، يعني افهم لحضرتك ان الادوات والمفاتيح عند النادي الاهلي كثيره طبعاً. يبقى التوفيق طبعاً. يبقى التوفيق، بس برضو يا كابتن منى اكيد حضرتك حابه تزيدي على كلام كابتن ندى، ومحتاجين برضو نعرف نفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك ايه الوضع. في نقطه مهمه النهارده، يعني بعد مشاركه ايا خالد فكنت قلت لحضرتك ان في سلمى يوسف ان هي لعيبه في 18 سنه وان هي بتتميز بالطول وبلوكها عالي جدا، ف
فاعتقد ان كابتن حمدي ليه راي في ان هي تكون موجوده النهارده، لان اكيد مش هنلعب باثنين سنتر بلوك بس. خدي بالك يا كابتن دي خلاص يعني زي ما قلنا اهو نص ساعه بالظبط ان شاء الله. ان شاء الله. يعني وكمان انا كنت احب صاله اثنين اللعب على صاله اثنين بصراحه، صاله اثنين البعيده يعني المدرجات بعيده عن الخطوط فبتدي لك اريحيه، انما لما بتبقى صاله اربعه وثلاثه بتحس ان الدنيا ضيقه. معلش قطعتك كده. لا فاعتقد هي دلوقتي رقم 7 المفروض ان هي طالعه بلوك دلوقتي، فاعتقد ان هو عشان عارف ان هجوم الفريق المنافس قوي وبيشوطوا من عالي جدا، فاعتقد ان وجودها النهارده نقطه قوه لفريق النادي الاهلي. نعم. طيب نادي الزمالك، انا هقول لحضرتك القايمه هي جات لي دلوقتي وعايز اسمع برضو تعليق سيادتك عن مراكز القوة والضعف في نادي الزمالك. اكيد في قوة وفي ضعف، بس هقول التشكيل نادي الزمالك: مريم محمد متولي، ملكة اللعبة المحترفة، فريدة هشام، مايا ممدوح، تاني من الاول هنقول تاني برضو الكباتن لو يكتبوا معايا: مريم محمد متولي، ملكة المحترفة بصفوف نادي الزمالك، وبعد كده فريدة هشام، مايا ممدوح، سابين حسن، فريدة احمد مجدي، ياسمين نوح، نوران احمد سعد، دانا شوقي، هنا الحسن، وداليا اشرف، وهنا هشام. دي قائمه نادي الزمالك. الليبرو ايسل محمد حسين ونوره ايهاب عزمي. والجهاز الفني زي ما وضحنا لحضراتكم يعني قبل كده: كابتن احمد فتحي شعبان المدير الفني، محمد انور عباس، اكرامي ابراهيم، سميه ناجح عبد العزيز، شادي فهيم محمد ده محلل تقني. دي كانت قائمه نادي الزمالك من واقع السكور شيت، من واقع السكور شيت. كابتن منى يمكن اكيد حضرتك ليكي تعليق اكيد على قائمه نادي الزمالك. طبعا نقاط القوه عند فريق منافس البلوكات، لان احنا عندنا دلوقتي المعده بتاعتهم دينا بتتميز بالطول. عندنا الاثنين السناتر داليا المرشدي وفريده العسقلاني، وطبعا هم من قوام المنتخب وبيتميزوا برضو بالطول. عندنا في اربعات مريم متولي والمحترفه ملكه. نعم. تمام. طيب الضرب في نادي الزمالك يمكن برضو من احد الاسلحه اللي بيعتمد على نادي الزمالك وهي الهجوم. الهجوم هم مهتمين جدا بالضريبه بتوعهم، يمكن وجود مريم متولي كمان معاهم اكيد مديهم قوه. شايفه ده ممكن نوقفه ازاي؟ بالارسال، لازم يبقى ارسالنا النهارده قوي جدا على اساس ان احنا نوقف السناتر. ان الارسال بتاعنا لو قوي اكيد الاستقبال مش هيبقى جيد، فاعتقد ان احنا كده هنقدر نوقف السناتر. هنقدر ان الكور الاوت اوف سيستم هتبقى كتير بالنسبه لنا، غير لما تبقى الكوره مظبوطه على ايد البصير، رافعها مظبوطه للضريف، فهيقدر ان هو يشوطها ويبقى متمكن من الكوره اكتر. لكن لما تبقى الكوره مش مظبوطه هيبقى الاوت اوف سيستم، اللعيب مش بيبقى متمكن من الكوره قوي، غير لو يعني الامكانيات مش يعني في الاوت اوف سيستم، ما اعتقدش ان هي هتبقى قوه، يعني هتبقى قوه ضربه جامده يعني. طيب الضغط بالارسال هو سلاح ذو حدين، انت ممكن ثانيين الدفاع. الدفاع اللي هو البلوكات، بدايه من البلوكات والاستقبال. طيب لو احنا قلنا الضغط بالارسال، انت ده سلاح ذو حدين، انت ممكن تضغط بالارسال تروح منك نقاط نتيجه ان الكره جت في الشبكه، لان انت بتلعب بكره بسرعات عاليه او سبايك وات ايفر انت بتلعبه ازاي، بس بيبقى في ارسالات بتخسرها. دايما سنين مشكله، يعني انت لو ضغطت بالارسال وراح منك 3 4 ارسالات في الشوط، دي مشكله ولا هي مش مساله مشكله؟ هو اكيد كل الفرق دلوقتي بتعتمد ان يعني هجومها الاولاني هو الارسال. فكل الفرق حتى لو خسرت الارسال هتلاقي التعليمات اللي واخدها الفريق المنافس برضو ان احنا لازم نلعب ارسالات قويه. نعم. واحنا برضو اكيد ارسالات قويه، فاعتقد ان ده اول يعني نقطه الهجوم بتاعتنا بتاعت اي فريق. طبعا فهي هتبقى من الفرقتين، فموضوع مش يا اما هيجي بنقطه مباشره يا اما الكره هتبقى بايظه مثلا فهتجيلنا سهله نبني بيها هجمه جديده. او على الاقل يا كابتن حتى لو مش هقدر العب ارسال قوي، على الاقل العب ارسال موجه لحد معين. بس يعني لو مش هقدر ان انا العب ارسال قوي بنقطه. طب انت لو في الملعب، لو انت في الملعب، احنا اكيد حضرتك عارفه مين اللي ممكن يبقى الستارتنج اللي في الملعب بالنسبه لنادي الزمالك بشكل كبير. ولان هو نادي ما عندوش اختيارات. ما هو ده اللي بقوله، ان نادي الزمالك ما عندوش السكواد اللي عندنا. بس خلينا نتكلم عن لو انت في الملعب بخبراتك دي، توجهي الارسال على مين؟ على مركز كام؟ ومين لو في ارض الملعب؟ هلعب على مريم متولي ايا كانت هي فين. عشان حتى لو مش هلعب ارسال قوي هلعب على مريم متولي. هي تستقبل عشان اخرها اجهدها بقى. يعني انا اجهدها بقى. يعني لكن ما سيبهاش بقى بتشوط باريحيه طول المباراه،
يعني احنا الماتشين اللي فاتوا كان عندنا مشكله كبيره جدا ان اللعيبه كتير جدا 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 بيلعبوا وبيوجهوا الارسالات على الليبرو. الليبرو هو موجود عشان يستقبل، ده دوره هو، ما بيشاركش وما عندهاش اي دور هجومي، فانا مريحه كل الضريبه اللي في الملعب واستقبالها احسن استقبال في الملعب. فكره سليمه كابتن، واتمنى النهارده يحصل ده. خلينا نروح لارض الملعب واستاذن حضراتكم زميلتنا العزيزه سلا حامد، وسلا يعني تنقل لنا الاجواء والاستعدادات للمباراه. اتفضلي يا سلا. مرحب بيك طبعا يا كابتن هيثم، واكيد بضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، الكابتن ندى ايمن والكابتن منى عدلي، طبعا اثنين من نجوم كره الطايره في النادي الاهلي، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، يعني حاليا انا متواجده داخل صاله 2 باستاد القاهره طبعا عشان نقل لكم يعني كل الاجواء هنا واستعدادات الفرقتين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك في مباراه اليوم اللي تعتبر الجوله الاخيره في مرحله ترتيب الفرق او الدور اللي قبل النهائي من بطوله الدوري العام للكره الطايره سيداتين. كذلك طبعا حضرتك شايف يا كابتن هيثم ورايا طبعا الاجواء، يعني الفرقتين بالفعل يعني بداوا عمليات الاحماء على ارضيه الملعب. كمان خليني قبل ما اتكلم عن استعدادات الفرقتين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، استعرض لحضراتكم القائمه لفريق النادي الاهلي طبعا تحت قياده الكابتن حمدي الصافي. البدايه طبعا مع الكابتن وكابتن الفريق نهله سامح، شروق فؤاد، ايه الشامي، ساره امين، دعاء الغباشي ودعاء محمد، مريم ثروت، زينه العالمي، ومي غزال، ايه خالد، سلمى يوسف، ديانا رايس طبعا المحترفه من بورتريكو للنادي الاهلي، والاثنين الليبرو طبعا في مركز الليبرو ندى وليد ومريم الصغير. ده بالنسبه لنادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك وطبعا قائمه نادي الزمالك تحت قياده الكابتن احمد فتحي، البدايه مع كابتن الفريق ياسمين نوح، وطبعا في مركز الليبرو ايسل نديم ونوره ايهاب عزمي، ايضا جميع اللاعبات فريده العسقلاني، دانا شوقي، مايا ممدوح، نوران احمد سعد، هنا المصري وهنا سند، صابين حسن وداليا المرشدي والمحترفه البرازيليه مايوكا وفريده هشام ومريم متولي. ويمكن خليني اقول لك ان في قائمه النادي الاهلي بيغيب يعني عن صفوف فريق النادي الاهلي يا كابتن هيثم اثنين من لاعبات النادي الاهلي سواء اللاعبه علياء هاني والمحترفه ايضا من بورتريكو كارينا طبعا بسبب اصابتها القطع في غضروف الركبه. ولكن خليني اطمن يعني جمهور النادي الاهلي وطمنك يا كابتن هيثم انه ان شاء الله بعد مباراه اليوم كارينا هترجع تاني تنضم للتدريبات الجماعيه. حاليا هي بتكون متواجده على هامش المران، ولكن يعني من بعد مباراه نادي الزمالك هتنضم للتدريبات الجماعيه وكمان في المباريات مع فريق النادي الاهلي. يعني على الجانب الاخر نادي الزمالك النهارده هيغيب عنه في المباراه الليبرو مريم مصطفى طبعا بسبب اصابتها في الوتر اكيلس، ولكن كل لاعبات نادي الزمالك هيكونوا متواجدين في مباراه اليوم. كمان خلينا نكلمك شويه يا كابتن هيثم عن استعدادات الفرقتين. يمكن النادي الاهلي من بعد مباراه وادي دجله امبارح واللي انتهت لصالح النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء، النادي الاهلي يعني كان مستمر في المعسكر المغلق، طبعا كانوا في معسكر مغلق قبل مباراه وادي دجله. بعد كده بعد مباراه وادي دجله مباشره قرر كابتن حمدي الصافي انه الفريق يتجه ايضا ويعني تاني للمعسكر المغلق طبعا استعدادا لمباراه اليوم، واللاعبات يفضلوا طبعا في حاله التركيز ويدخلوا في اجواء يعني اللي بتكون ما قبل المباراه. كمان كان في محاضره فنيه ما بين الكابتن حمدي الصافي واللاعبات الحديث طبعا عن يعني مباراه اليوم ونقط الضعف والقوه اللي عند نادي الزمالك طبعا عشان يستعدوا بشكل قوي. نفس الكلام يعني كان عند نادي الزمالك، يمكن نادي الزمالك يعني امبارح بعد مباراته مع نادي الشمس واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء، فريق نادي الزمالك دخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه فريق النادي الاهلي. ويمكن خليني برضه اقول لكم انه النادي الاهلي النهارده بيدخل المباراه وهو في المركز الثاني برصيد 13 نقطه، ونادي الزمالك في المركز الاول برصيد 15 نقطه. ويمكن بعد مباراه اليوم ان شاء الله النهارده لو انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث شواط مقابل شوط او ثلاث شواط مقابل لا شيء، النادي الاهلي هيحتل المركز الاول برصيد 13 نقطه، والزمالك هيكون في المركز الثاني برصيد 15 نقطه. لكن طبعا يعني في حاله انه النادي الاهلي لو فاز بثلاث شواط مقابل شوطين هيكون المركز الاول لصالح نادي الزمالك، وبعد كده يعني هتكون دي يعني اخر مرحله واخر جوله في مرحله ترتيب الفرق، وبعد كده ان شاء الله هيكون في المرحله الدور الثمانيه او البلاي اوفز او الباست اوف 3 للنادي الاهلي، بعد ما يتعمل طبعا قرعه ما بين الفرق اللي في الاول اربع مراكز، المركز الاول والثاني والثالث والرابع هيكونوا في قرعه مع الفرق من المركز الخامس والسادس والسابع والثامن، وبعد كده هنشوف النادي الاهلي ان شاء الله هيواجه
مساهمين في البلاي اوفز او البست اوف 3 في بطوله الدوري العام لكره الطايره. يمكن طبعا دي كانت كل يعني الامور المتعلقه يا كابتن هيثم بمباراه اليوم. كمان خليني اقول لك يعني ان الحضور مقتصر بس عن على العائلات لصالح للفرقتين، سواء العائلات طبعا للاعبات النادي الاهلي او العائلات لنادي الزمالك. كمان في العديد من اللعيبه من الفرق الاخرى سواء فريق الطايره رجال او كمان يعني متواجد بعض يعني الاشخاص من الجهاز الفني لباقي الالعاب زي كره السله والكره الطايره. الكل هنا متواجد بيساند لاعبات النادي الاهلي وفتيات الذهب ان شاء الله في مباراه اليوم اللي تعتبر طبعا من اهم المباريات للنادي الاهلي في الموسم ده، وثالث المواجهات ما بيننا وما بين نادي الزمالك، واللي ان شاء الله يعني عندنا كلنا الثقه طبعا في فتيات الذهب ان هم يفوزوا النهارده في مباراه اليوم يا كابتن هيثم، ويفرحونا كالعاده طبعا بنتيجه مباراه اليوم. طبعا يا كابتن هيثم انا معاك لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد مراسلتنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه تغطيه شامله، احنا شفنا او سلا يعني وضحت لنا امور كثيره مهمه يمكن كنا محتاجين نعرفها قبل انطلاق اللقاء، ولكن من التسخين يعني يمكن كابتن ندى وضحت لي وكابتن منى كمان انه ايه خالد في التشكيل، ولكن اللي خارج التشكيل هي علياء هاني، اللي يمكن كابتن حمدي الصافي عدل التشكيل يمكن في النهايه لجنه، ولكن يعني كابتن حضرتك خدت بالك ان ايه بتتسخن في الملعب؟ اه موجوده في الملعب. هتلعب هيحطها مركز اثنين ولا كام؟ اعتقد ان هي ايه ليها خبرات في مركز اثنين، لعبت فتره في مركز اثنين، لو احتاجها ممكن يلاقيها، لو احتاجها لا قدر الله لو حصل اي حاجه. يعني ان شاء الله ايه تكمل المباراه كلها على اداء كويس يعني وما يحصلش اي حاجه، لو لا قدر الله حصل حاجه او في تغييره مثلا معده وضريبه او كده ممكن تنزل ايه كتغييره في مركز اثنين. والخبر الجيد كمان ان كارينا اكاسيو موجوده يعني بعد اللقاء ده هتبقى بعد موجوده، وده برده هي متواجده في التمارين بقى لها فتره، بس هي ما تقدرش طبعا تنزل بس ده ياكد قويه يعني ان هي مباراه يعني مهمه بالديربي وكل حاجه، ولكن مش حسم، فانا ما خاطرش وانزل كارينا في مباراه زي دي. لعيبه مصابه بقى لها فتره طويله، ما اقدرش اخاطر ان انا لعيبها دلوقتي هخسرها يعني لا قدر الله ممكن اخسرها بقيه الموسم وانا داخل على بطوله افريقيه. بس في حاجه حلوه احنا محتاجين نتكلم عنها بامانه يعني، ولازم نحط عليها الضوء. يعني كارينا كاسيو احد اللاعبات المحترفات بالفريق، وهي لاعبه محترفه يعني من اللاعبات الكبار على مستوى العالم. لما تعرضت لاصابه داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي تكفل بعلاجها، وكان ممكن اي نادي تاني او يعني يقول لك مصلحه تجيب لاعب جاهز، انا مش هصبر على حد لسه يتعالج او بتاع، ولكن اتعملت العمليه وبتتعالج داخل النادي الاهلي، والنادي الاهلي صابر عليها لغايه ما ترجع تاني للارض. يعني بيعاملها كانها احد اللاعبات اللي موجوده بشكل دايم في الفريق. فده يعني شايفه ده اكيد ده مش غريب على النادي الاهلي يا كابتن. ده مبدا النادي الاهلي حتى مع كل الاعمار السنيه، اي لعيبه بيحصل لها اصابه النادي الاهلي طبعا بيتكفل بعلاجها يعني يرجعها لمستواها، حتى لو كانت بعد كده مش هتكمل في الفريق، لكن هي على مسؤوليه النادي. يمكن دي احد يعني عوامل سمعه النادي الاهلي طبعا. يعني النادي الاهلي دايما بيحافظ على انت بتيجي تتعاقد مع اي محترف بتقوله النادي الاهلي بيبقى يعني خلاص دي طبعا صحيح، بنحسسه ان هو في بيته مش واللعيبه الاجانب بتنقل الخبرات ديت للعيبه الثانيه. لما بيجي لعيب محترف بيجي بيبقى عارف ان كان في محترف فلان موجود في النادي الاهلي بيكلمه وبيساله ايه المشاكل اللي واجهتك، كان في ظروف صعبه، كنت مرتاح ما كنتش مرتاح، طبعا بيبقى فيه فيدباك من اللعيب عن المكان اللي كان فيه. فدي حاجه بتخلي انت دايما عندك بتجيب من كل الجنسيات وكل البلاد، وبيبقى فيه ترحاب واسع من اللعيبه ان هي تيجي وتلعب طبعا تحت النادي الاهلي باسم النادي الاهلي، بيبقوا كلهم مرحب أكيد. واحنا شفنا ده في كذا لعبه يعني مش في الكره الطايره بس، في لعيبه كتير محترفين بيكونوا خرجوا ورجعوا حتى بعد ما بيمشوا بنلاقيهم متفاعلين مع الفرق اللي كانوا معاهم، بيجي اي مباراه بتلاقي المحترف اللي كان موجود مع فرقه الباسكت بيعلق لنادي وبيبارك له، المحترف اللي كان موجود مع الكره الطايره بيعلق للفريق. عايز اقول لك ان في محترف كره السله وطبعا كابتن الجزار طبعا يعني زوج طبعا كابتن منى عدلي احد نجوم كابتن نادي ايمن احد نجوم النادي الاهلي السابقين ومنتخب مصر باسكت، يعني فانت متابعه الباسكت برضو بحكم للاسف فلا مين الباسكت ده كمان دلوقتي بقيت خبيره كمان. القصد اقوله انه يعني تومسون اللاعب المحترف اللي كان معانا السنه اللي فاتت وتم التعاقد معاه عشان بطوله افريقيا اللي جايه، اول ما تم زي ما بيقولوا التوقيع معاه راح بينزل صورته بتيشيرت النادي الاهلي وكان في قمه السعاده انه راجع يلعب حتى لو بطوله شهرين ولا حاجه، بس هو في منتهى السعاده انه لو هو ما كانش مرتاح بقى في الفتره اللي كان فيها موجود كان لو عرض عليه النادي الاهلي هيقول له لا شكرا انا مش عايز ابقى موجود. طب كابتن منى يمكن اجي لك، هنحط قائمه نادي الاهلي قدامنا ونقول نتوقع مين الستارتنج، مين اللي ممكن يبتدي بيه كابتن حمدي الصافي المباراه؟
قبل ما اقول لحضرتك بس انا عايزه تفكير جيد جدا من كابتن حمدي الصافي ان هم ان هو يخلي 4 سنتر بلوك، والسنتر بلوك بيتميز بحواز الصد الجيد. واعتقد ان وجود اي برضه في 3 ووجود سلمى زي ما قلت لحضرتك لعيبه 18 سنه ان هو ممكن يوسف. ان هو ممكن يحتاجها في اي مركز تاني ان هي تنزل كحائص كحائص صد مثلا مكان بسيط. كل دي حلول عشان هجوم نادي الزمالك. طبعا طبعا اعتقد ان النهارده هيبقى في مركز 4 زينة العالمي وسارة امين. زينة العالمي وسارة امين ده واقع حضرتك كمركز 4. اعتقد طيب. في مين ثلاثات؟ ثلاثات محترفه ديانا رايس تمام، ومي غزال تمام تمام، وفي مكان الاوبوزيت ايا الشامي تمام، و شروق مثلا سنة على عاد ولا مين؟ هو انا ليا رايي في يعني شروق لعبت على مستوى عالي يمكن اكتر من دعاء خبرات بالظبط كده، وممكن يبتدي بشروق. انا اعتقد ان يعني الخبره يعني وجودها مهم في ماتش زي لا شروق عندها خبرات كبيره جدا، عندها خبرات وعندها الا لو هو ليه زي ما قلت لحضرتك حته الحائط الصد، فممكن ان هو يبدا بدعاء على اساس ان هي طويله ممكن يفاجئ الفرقه لان دعاء مش بالنسبه لهم مش وزي ما ندى قالت ان هو هيبقى حافز ليها ماتش النهارده ان هي تنزل يعني الاختلاف ممكن الخصم يعني انت برضو ما هو الخصم ما عندوش فكره دلوقتي دعاء ادائها ايه مع فريق الاهلي، فهي ممكن تبقى مفاجاه بالنسبه له في المباراه ان هو يبتدي بيها. نعم. لكن في الظروف العاديه اكيد طبعا هيبدا بشروق، شروق خبره عاليه جدا في الفرقه يعني من اللعيبه يعني اللي مركز صانع العاب. هنا في شويه جدل فني هيحسمه كابتن حمدي الصافي حسب رؤيته مع كابتن منى في كابتن ندى في كل الاختيارات دي طبعا. طيب. والليبرو طبعا ندى وليد. ندى وليد. ندى وليد ممتاز جدا. طيب نروح لنادي الزمالك يعني نشوف مثلا احنا قلنا يعني خلاص بتهيألي دقايق وهتنطلق المباراه، بس خلينا بسرعه نقول نادي الزمالك والاسامي اللي حضراتكم يعني قلناها، شايفين مين ممكن يبتدي مريم متولي وملكة هيكونوا الاثنين المركز 4، فريدة العسقلاني وداليا المرشدي مركز 3، ديانا ومايا ممدوح بلاي ميكر والاوبوزيت والليبرو ايسل. يعني الحلو نادي الزمالك قليله شويه، ما فيش سكواد، هو بيعتمد على المين ستارتنج او الستارتنج حتى المحترفه الثانيه اللي كانت معاه اللي هي كانت بديل ليه مشيت. طبعا دي كابتن شروق فؤاد معده الفريق صاحبه الخبره الكبيره واكيد ليها طبعا يعني زي ما بيقولوا يعني بصمه كبيره في البطولات اللي فاتت، يمكن على مدار 10 سنوات اللي فاتوا يعني كان ليها حتى وهي ناشئه كان ليها بصمه اكيد، وكل اللاعبات حقيقه الكبار اللي موجودين في الفرقه دلوقتي طبعا على راسهم كابتن نهله سامح. طب كابتن منى يمكن يعني مباراه النهارده هيبقى فيه شغل كبير جدا من المديرين الفنيين، يمكن نادي الزمالك ما عندوش حلول كتيره، هو اللاعبين مميزين هم الموجودين، يمكن الفارق مع احترامنا طبعا لكل اللاعبين، ولكن الفارق ما بين الستارتنج بلايرز والبنش بلايرز فرق كبير، ولكن الشغل الفني اكتر هيبان قوي مع مين؟ مع كابتن حمدي الصافي. شايفه ده عبء ان انت يبقى البنش بتاعك فيه سكواد، ولا انت عندك 7-8 لعيبه بتلعب بيهم؟ ايه العبء الفني اكتر؟ اكيد هيبقى كابتن حمدي النهارده مستريح، حاسس ان هو هيبقى عنده بدائل كتير، عنده اختيارات كتير في حته ان هو لما يعني اي نقطه ضعف هتحصل في الفريق المنافس اعتقد ان هو هيبقى عنده يعني انت شايفه ان دي اريحيه مش عبء؟ لا خالص، بس يعني انا شايف يعني انا مع حضرتك ده رايك طبعا راي احترام، بس انا مثلا من وجهه نظري شايف انت لما يبقى عندك مجموعه كتيره من اللاعبين ده بيمثلك عبء، انما انت عندك لعيبه في الملعب موجودين انا من وجهه نظري ما تلعبش غير بيهم، فخلاص انا مع الله غالب انا ما عنديش غير ده، بس وجهه نظر حضرتك سليمه يعني بس هو يعني فريق منافس لو اي حد من السته اللي موجودين بلس الليبرو لو حصل اي حاجه هو مشكلة. ما عندوش اللي هيقدر يعني فاعصابه مشدوده خايف ان في هيقدر يسد النقطه دي، لكن احنا عندنا لا عندنا مش واحد بديل واحد، لا عندنا واحد واثنين. انا مع كابتن هيثم في ان هو بيكون عبء نفسي على المدير الفني في اختيار اللعيبه اللي هتبتدي، وبيكون عبء نفسي بره الملعب بيتحملها وبره الملعب كمان هو بيتحملها. وكابتن منى قالت حته هايله، ايه بقى؟ ان من وجهه نظر ثانيه ان انت عايز تكسب هتلعب الاحسن، فهتلعب الاحسن. الناحيه الثانيه ما عندوش بدايل، بس لو حد خسر هو قاعد. احنا عندنا نقطه مهمه، احنا عندنا يعني اهم حاجه عندنا المكسب،
يعني احنا عندنا يمكن كابتن حمدي زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو عامل روح كويسه بين الفريق. اللي بيلعب لازم يأدي، اللي بره بيشوف ايه اللي ناقصه الملعب عشان انا لو دخلت الملعب اقدر ان انا ادي بالمطلوب مني. فاعتقد ان الروح اللي بين فريق النادي الاهلي احنا عايزين نكسب. اعتقد يعني ان دي نقطه مهمه جدا عندنا. كل حاجه دايما في الرياضه كده كباتن بتبقى سلاح ذو حدين. تلاقي اللعيب مثلا اللي عندك لعيبه النجوم في الفرقه بيبقى سلاح ذو حدين، عندك عدد في هي بتفرق انت بتتاقلم ازاي. لا بيبقى في تاهيل، يعني بمعنى ايه ان احنا بيبقى في محاضره مثلا احنا النهارده هنعمل كذا، حصل كذا في الملعب هيبقى في بديل كذا. فاعتقد ان اللعيبه بتبقى مهيئه بالظبط لده كله. الكيان اللي انت بتلعب فيه كمان يا كابتن هيثم بيفرق جدا في الموضوع ده. صح، يعني الكيان اللي بتلعب فيه هو اللي بيحدد السيطره على اوضه اللبس وعلى اللعيبه بره الملعب وخلق الروح التنافسيه بين اللاعبات بدون مشاكل. ده بيختلف طبعا من نادي لنادي. وانا يعني اقول بامانه يعني كابتن حمدي الصافي حتى الان ما شاء الله عليه برغم ان هو يعني عدد سنوات كثيره مع هذا الفريق ناجح بشكل كبير جدا في قياده الفريق وخلق الروح التنافسيه بدون مشاكل وبيحافظ على الروح. فكابتن حمدي يمكن هو كان لاعب كبير فعارف الموضوع ده بالظبط. وهو ده بيفرق زي ما بقول لحضرتك كمان المكان اللي انت بتلعب فيه. يعني انت ممكن في نادي تاني يكون عندك المجموعه من اللاعبات ديت وما تقدرش تسيطر عليهم ولا تقدر تخلق بينهم الروح اللي هي التنافسيه الجميله اللي تبقى كل لعيبه عايزه في دماغها المكسب بس مش بدون ما تضر الروح. بالظبط، بدون ما الروح تضر. لكن في فرق كتير بنلاقيها فيها نجوم كتار بيكونوا في نفس المركز وبتكون في بينهم السبعه يعني نزلوا اهو من النادي الاهلي يمكن خلاص وهنشوف لحظات وتنطلق المباراه. طيب خلينا نروح بقى لارض الملعب. استاذن ضيوفي الكابتن ندى ايمن والكابتن منى عدلي ونطير الى ساره رقم 2 باستاد القاهره ومعلقنا الدكتور مروان صالح نقل احداث المباراه الاهلي والزمالك في الجوله الاخيره السابعه في الدور الترتيبي في الدور الثاني في موسم 2022 2023 فالى هناك.